الاستثمار في زراعة التفاح احتل مركزا رياديا على المستوى الوطني خلال الموسم المنقضي. خنشلة تعد من الولايات التي جلبت إليها عددا كبيرا من الفلاحين الذين استثمروا في هذا النوع من الزراعة وحققوا نتائجا مشجعة. كما عملوا الخير من السنة وما السنة نقص شوية، المنتوج نقص شوية، بصح السلعة مليحة، مادام نقصت مليحة الشجرة جابت روحها. لتطوير زراعة التفاح يعترض الفلاحون مشاكل يومية قلصت من كمية الإنتاج هذا العام. نعاني من مشاكل عدة، وهي نقص في المياه، آلاف أو نقول ملايين الأشجار المثمرة في بوحمامة مهددة بالجفاف. إن شاء الله نتمنى من الدولة تعاوننا ثاني في الفيلي هذا، الشبكة هذه الواقية، المادة البارد هذه الواقية من البارد بالنسبة لماء التفاح. إحنا عندنا هؤلاء المنتوج وجد، لكن في أي لحظة لو كان يتبدل علينا الجو هنا في بوحمامة ويكون محجور في أي لحظة تروح المادة هذه تاع التفاح. وتسعى السلطات المحلية لاستحداث منطقة مخصصة للصناعات التحويلية تسهم في فتح مناصب شغل جديدة وإحياء الحركة التجارية بالولاية.